حاملات طائرات ومدمرات وبوارج وصواريخ مدمرة ومقاتلات من أحدث الطرازات. يبدو أن الأمر في هذه المرة تعدى استعراض عضلات بكين على تايبيه، فأمريكا التي هبت مذعورة فكرت بطريقة تهدئ من فرائص الحليف تايوان المرتعدة، فأرسلت إحدى أقوى مدمراتها لتبحر قرب الجزيرة على قلب ساستها يطمئن. لكن واشنطن فوجئت بأن الصين الجادة هذه المرة حركت حاملة طائرات لم يسبق لأحد أن رآها لمواجهة مدمرة واشنطن. ثم جاءت الرسالة الأهم، لقد انتهت مناورات الصين قرب تايوان، لكن الحصار لم ينته، حيث حافظت أساطيل الصين وبوارجها على مواقعها لتضرب طوقا حول الجزيرة يخنقها. إذن يبدو أن ساعة الصفر تقترب لحظة بعد لحظة، فالتنين الصيني نفد صبره تجاه ما يعتبره استفزازات أمريكية باستخدام ورقة تايوان، في وقت تتغير العلاقة بين القوى العظمى من التنافس إلى التصارع على سيادة العالم. فهناك في شرق أوروبا الحرب على أشدها بين الدب الروسي والغرب الذي يتحدى بوتين ويمول كييف بالسلاح، وهنا في بحر الصين الجنوبي نرى تحولاً كبيراً من كونه مجرد مجرى مائي وواحداً من أهم الممرات التجارية في العالم إلى بؤرة توتر وصراع تزداد حدته يوماً بعد الآخر. فعلى مدار الثلاثة أيام الماضية طوقت الصين جزيرة تايوان بمقاتلات وسفن حربية صينية قابلتها 10 سفن تايوانية كانت على خط المواجهة وجها لوجه مع سفن الصين، وأمريكا دخلت على الخط وأرسلت مدمرة قاذفة للصواريخ لمضيق تايوان لترسل للصين رسائل محددة. الوضع توتر أكثر من أي وقت مضى، وصار العالم يترقب لحظة ضغط بكين على الزناد. فهل تفعلها؟ وهل تقدر الصين على نقل المناورات الصينية من حيز التهديد والوعيد إلى حيز التنفيذ؟ الزيارة التي أغضبت بكين. بعد عودة رئيسة تايوان ساي إنغ وين من زيارتها لواشنطن، استقبلتها القوات الصينية بمقاتلات ومدمرات وقاذفات صواريخ طوقت الجزيرة بالكامل، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الصينية شاندونغ التي أقلعت وهبطت من على متنها المقاتلات وطائرات الهليكوبتر أكثر من 120 مرة بين يومي الجمعة والأحد، لأن بكين تعارض بشدة جميع أشكال التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، وتندد بأي زيارة يقوم بها زعيم تايواني لواشنطن تحت أي مسمى أو ذريعة. واعتبرت زيارة تساي لأمريكا زيارة استفزازية، فقامت بمناورات عسكرية حملت اسم السيف المتحد التي استمرت خلال 3 أيام الماضيات في مضيق تايوان وحول الجزيرة تحاكي ضرب أهداف رئيسية في تايوان. وعلقت تساي قائلة، إن الجزيرة تواجه توسعاً استبدادياً مستمراً، ورغم ما تواجهه الجزيرة من حرب وشيكة وما تمثله الزيارات المتبادلة بين واشنطن وتايبيه من استفزاز لبكين، إلا أن تساي تحدثت بملء فمها أنها ستواصل العمل مع أمريكا للدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية، وقالت إن زيارتها لأمريكا مجرد زيارة عادية، لكن الصين لا ترى أنها عادية أبداً بل استفزازية وتحمل مغزاً سياسي. ومع كل زيارة بين واشنطن وتايبيه يتصاعد الغضب في بكين وما أشبه الليلة بالبارحة. فإذا رجعنا بالذاكرة إلى أغسطس الماضي حين زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايوان، نجد الصين ردت على زيارة بيلوسي بمناورات عسكرية أيضاً في المياه المحيطة بتايوان، ولكن هذه المرة في مناورات السيف المتحد لم تكن الضربات في المياه المحيطة فقط، بل شملت المناورات الصينية تطويقاً كاملاً للجزيرة وأحكام السيطرة على البحر والمجال الجوي والاتصالات باستخدام أسلحة هجومية. أمريكا تدخل على الخط.
تعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. ورغم اعتراف أمريكا بسياسة الصين الواحدة وأن تايوان جزء من الصين، لكنها في الواقع تعمل على دعم استقلال الجزيرة وبيع أسلحة للانفصاليين، وتسمح بتبادل الزيارات مع تايبيه رغم علمها المسبق بما تثيره من حساسية ومغزى سياسي استفزازي بالنسبة لبكين. فأمريكا الآن توظف كل الملفات الممكنة لاستنزاف الصين التي تمثل تهديداً مباشراً لواشنطن وفقاً للتصور الأمريكي. ويرى الخبراء أن أمريكا تسعى في الأساس لجر بكين لصراع مع تايوان لدفع الصين للانكفاء على البيئة الإقليمية واستنزاف قواها. وما يمكن أن يؤكد ذلك ما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، إن الكونغرس سيدعم إرسال قوات أمريكية إلى تايوان في حال هاجمتها الصين. فتحولت العلاقة بين واشنطن وبكين إلى علاقة صراع، وبناء عليه صارت الصين تتعامل بمدى أوسع مع قضية تايوان، واضعة في حسبانها الولايات المتحدة الأمريكية التي وعدت بتسليح الجزيرة لصد أي هجوم محتمل من بكين، وأرسلت المدمرة ميليوس المزودة بصواريخ موجهة لتبحر في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزيرة سبراتلي في الوقت الذي طوقت فيه بكين الجزيرة. وعللت البحرية الأمريكية مرور المدمرة بأنه لا يخالف القانون الدولي وأن حرية الملاحة تدعم الاستخدامات المشروعة للبحر. لكن هدف أمريكا من إرسال المدمرة في هذا التوقيت لإثبات قدرتها للصين على حماية حلفائها في المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وجزيرة تايوان بطبيعة الحال. هل الصين جاهزة للغزو؟ يبقى السؤال الأكثر أهمية، هل يمكن أن تنذر هذه المناورات بحرب قادمة؟ وربما يمكن استجلاء بعض جوانب الإجابة من تقرير التوازن العسكري لعام 2023، فإن الصين تمتلك أكثر من 2 مليون جندي في الخدمة مقابل 170,000 جندي تايواني، وعلى البر الصيني 4,800 دبابة، وعلى الجبهة الأخرى 650 دبابة، وفي الجو نحو 3,350 مقاتلة صينية مقابل 691 تايوانية. وتمتلك الصين 86 مدمرة و59 غواصة ونحو 10,000 قطعة مدفعية. أما تايوان فلديها 26 مدمرة و4 غواصات و2000 قطعة مدفعية. وتحتل الصين المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مؤشر القوة العسكرية، بينما تقبع تايوان في المرتبة 23. ورغم التفوق العسكري الذي تعكسه الأرقام لصالح بكين، ورغم تلك الصورة المهيبة التي تسعى الصين لرسمها أمام العالم بأنها لم تعد سوقا للبضائع فقط بل أنها قوة عسكرية مدمرة، إلا أن الصين تعلم تماماً أن معركتها ليست مع الجزيرة الصغيرة بل مع واشنطن التي لديها تقارير تثبت أن الصين غير قادرة على غزو تايوان. فالجزيرة تبعد عن البر الصيني نحو 140 كيلومتراً، والغزو يحتاج إلى قوة بحرية وجوية تحميه وتؤمنه، كما أن تكلفة نقل الجنود الصينيين إلى الجزيرة عالية للغاية ولن تستطيع الصين تحملها الآن وفقاً للتقارير، خاصة وأن مدمرات وحاملات طائرات واشنطن تبحر في بحر الصين قرب تايوان، ما يعني أن غزو تايوان الآن يجب أن يضع بالحسبان مواجهة مباشرة بين الصين وأمريكا، وهو ما يبرر التقارير التي تحدثت عن وضع الصين لمخطط متكامل لغزو تايوان عام 2027. وحينها بحسب التقارير المسربة ستكون بحاجة أسبوعين للاستيلاء على تايبيه بعد حرب يخوضها نحو 1 مليون جندي من قبل الصين، وتمر بثلاث مراحل. أولها حصار تايوان وقصفها بالتزامن مع هجمات إلكترونية تشل كل اتصالات الجزيرة. أما المرحلتان الثانية والثالثة فهما إنزال القوات البرمائية وتبدأ باحتلال الجزر القريبة من الساحل الصيني
وتنتهي بتعميم القتال في الجزيرة بدءاً بالجزر القريبة من البر الصيني وصولاً إلى احتلال العاصمة وبقية البلاد. لا تقارن التنين الصيني بالدب الروسي. أما عن تشابه معطيات الأوضاع بين بكين وتايبيه وبين موسكو وكييف واحتمالية تكرار سيناريو الحرب الأوكرانية، فإن المقارنة بعيدة بين غزو الروس لكييف ومحاولة غزو الصين لتايوان من الناحية الديموغرافية والمسافة والنقل، كما أن الصين بحسب تقارير متخصصة لا تستطيع أن تتحمل عقوبات الغزو مثل ما تتحملها روسيا، رغم أن بكين تنين اقتصادي، لكن إذا وجهت إليها العقوبات لن تصمد طويلاً، فهي لا تملك موارد للطاقة، ومقارنة بروسيا فإن موسكو تمتلك فائضاً من الطاقة، أما الصين تعتمد على دول أخرى. وفي وقت يذهب خبراء إلى أن لسان حال بكين في المناورات الأخيرة يقول أنا موجود أنا قوي، لكن دون امتلاك القدرة على التنفيذ الفعلي. يذهب آخرون إلى أن الصين وضعت كل السيناريوهات في حسابها، وربما قد تفاجئ الجميع بضربة قوية تخلط أوراق الجميع حتى قبل عام 2027. الصين تتفادى ضم تايوان عسكرياً. رغم أن السيناريو المفضل لدى الصين ضم تايوان سلمياً وتفادي الحل العسكري، لكن ماذا لو تحققت نبوءة صحيفة لوموند الفرنسية ولجأت الصين لغزو الجزيرة بالقوة؟ حينها سيعاني العالم تبعات اقتصادية كارثية لم يشهدها في جائحة كورونا ولا في الحرب الأوكرانية الروسية، وسيرتفع التضخم إلى مستويات قياسية، فمضيق تايوان وحده تمر به أكثر من نصف تجارة العالم، وستكون التكلفة باهظة لو تم توجيه الحاويات لطريق آخر. كما أن تايوان تنتج وحدها نحو 63% من أشباه الموصلات، ما سيؤدي إلى شلل الصناعات الإلكترونية العالمية ونتائج كارثية أخرى على أمن واستقرار واقتصاد كل العالم. وأنت في نظرك أين ترى جزيرة تايوان مستقبلاً؟ مستقلة أم خاضعة للنفوذ الصيني؟ وما الذي يمكن أن ينهي الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قبل أن تندلع حرب تايوان؟